مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. دلوقتي تقدر تتبرع بصك أضحية قيمة الصك البلدي 9600 جنيه، قيمة الصك الجملي 9000 جنيه، قيمة الخروف 14000 جنيه. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فيكم الخير. لو سألت أي حد فيكم إيه هو خير زاد، ممكن يجي في بالكم حاجات كتير تنفع زاد، زي الأكل الشرب بالأصناف الكتير. طيب ده زاد الجسد، فين بقى زاد الروح؟ زاد الروح هي التقوى، ودي فعلا خير زاد. برحب بضيفنا الشيخ كارم ممدوح من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدة، ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. أهلا وسهلا. هل التقوى خير زاد؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وتزودوا فإن خير الزاد الإيه؟ فإن خير الزاد التقوى. أفضل زاد يتزود به الإنسان لربه هي التقوى، لأن التقوى كما حضرتك تفضلت في المقدمة هي عامل روحي يأخذ بقلب الإنسان ووجدانه إلى ربه سبحانه وتعالى، فترى هذا الإنسان يتقي الله في السر ويتقيه أيضا في العلن. ترى هذا الإنسان دائما يراقب ربه سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل سيدنا أبي بن كعب فقال يا أبي ما التقوى؟ إيه هي التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين ألا سلكت يوما طريقا ذا شوك؟ مشيت في يوم من الأيام في طريق فيه شوك؟ قال سيدنا عمر نعم بلى. قال وماذا فعلت؟ عملت ايه في الطريق اللي فيه شوك ده؟ قال شمرت واجتهدت. قال هذه هي التقوى، ان يشمر الانسان الى طاعة ربه سبحانه، وان يجتهد الانسان. وكما عرفها سيدنا علي بن ابي طالب هي الخوف من الجليل، وهي العمل بالتنزيل، وهي الرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فما احوجنا جميعا الى التقوى. التقوى في اقوالنا، التقوى في افعالنا، التقوى في أعمالنا، التقوى في جميع حركاتنا وفي جميع سكناتنا. فوالله لو حققنا تقوى الله في القول وفي العمل لجعلنا الله سبحانه وتعالى كأوليائه الصالحين. إذا طلبوا من الله مطلبا لباهم الله وأعطاهم الله ما أرادوا وما طلبوا. إذا ما وقعوا في كرب من الكربات ولجأوا إلى ربهم فرج الله عنهم هذا الكرب. التقوى احنا محتاجين نفعلها. التقوى يعني هي الإحساس أن نشعر بالآخرين. التقوى أن نتفقد أحوال المحتاجين. التقوى أن ينظر الإنسان إلى أخيه المسلم وليعلم إنما المؤمنون إخوة. فتعالوا جميعا أن نحقق التقوى في جل حياتنا. طيب نشوف دلوقتي أول تقرير في حالتنا النهاردة، وأم محمد حالة من حالات مؤسسة فيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع خير جديد مع مؤسسة فيكم الخير. جينا النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير لمحافظة بني سويف، جينا عشان نفتح باب خير تاني، ونفتح باب خير لكل الناس اللي عايزين يعملوا خير، وكل الناس اللي عايزين يصلوا هذا الخير للفقراء والمساكين والمحتاجين. جينا النهاردة نلمس حاجة الحاجة أم محمد، حاجة اللي قاعدة بيت يا جماعة فوسة في بيت مفهوش وصلة مية، فضلا البيت مفهوش فرش. تعالوا مع حضراتكم نسمع الحاجة أم محمد إزاي نساعدها ونسعدها إن شاء الله. السلام عليكم. والله العظيم السلام عليكم. السلام وبركاته. ازيك يا أم محمد؟ عم الله الحمد لله كويس. والله العظيم يا عمي زي ما انت شايف الحالة هوتي البيت عريان، والله العظيم الشمس والله بتاكل فينا، البرد والله بياكل فينا، بص زي ما انت عينك شايفة كده بالظبط. والمية دي والله العظيم مية من المسقات من الترعة هاتي اللي احنا بنستخدمها فغسيل لغسيل وتشريف وكلام ده. البيت ما فيهوش وصله ميه ولا فيه ميه؟ والله وصله ميه. شربوا ميه منين؟ والله العظيم انا كده من الصبح جوزي نزل جاب كل من ده كده والله من البلد والله عشان نعرف نشرب. معاك يا اولاد قد ايه؟ معايا اربعه. اربعه اولاد؟ ثلاث بنات ومعايا محمد والله تعبان بحلاله في مصر والله يشفي. بنشفيه. تعبان عنده؟ تعبان عنده ايه؟ نقص بروتين. بنشفيه ويعافيه يا رب. في اي دخل في البيت؟ الدخل اللي هو الثابت اللي هي الفيزا بتاع تكافل وكرامه دي. تبادل تكافل وكرامه يعني؟ 150 جنيه. 450 جنيه. لكن الوظيفه بتاع جوزي هو بيلم خرده من على الطريق من بني سويف.
جوزك بيلم خرده. طب اكتر حاجه انت محتاجاها ايه يا ام محمد؟ الميه ان شاء الله. يعني محتاجه وصله ميه، دي اكتر حاجه محتاجاها. ايوه الميه. وسقف البيت ترى عيش من غير ميه؟ طبعا الميه سر الحياه. الميه. وسقف البيت. وسقف البيت والله اللي تعملوه اللي انت شايفينه يا جماعه. طب ام محمد يا جماعه بتناشد اهل الخير يا جماعه في كل مكان، بتناشدكم وتقول يا جماعه انا محتاجه وصله ميه، فبقول لها وصله ميه؟ قالت لي يا شيخ هو ينفع حد يعيش من غير ميه؟ وسط المية مع مؤسسة فيكم الخير تمنها مع عداد رسمي حكومي 5000 جنيه. 5000 جنيه هنقدر ندخل لها وسط مية رسمية، هنقدر بفضل تعالى نكون سبب ان احنا نسقيها ونسقي اولادها، هنقدر بفضل الله تعالى يعني نأخذ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. محمد يا جماعة جوزها شغال بيلم خردة، بيروح محافظة واثنين وثلاثة، مفيش أي دخل عندها خالص غير 450 جنيه هي وأولادها الأربعة وجوزها، يعني 6 أفراد أسرة كاملة. عندها ابن تاني عنده نقص في البروتين، بتقول والله تحاليل وإشاعات وعلاجات وبتروح القاهرة. فإحنا بنناشد أهل الخير يا جماعة، عايزين نساعد الحاجة محمد وعايزين نعينها ونساعدها بقدر الإمكان عشان ربنا تعالى يقف معانا ويحفظنا في أولادنا ويحفظنا في صحتنا وعافيتنا. مع مؤسسة فيكم الخير كلنا فينا الخير إن شاء الله، بيكم وبصدقاتكم ونفقاتكم وزكواتكم هنسقط هذا الخير على أهلنا اللي محتاجين هذا الخير. شفنا حالة أم محمد ووضعها باين اهو. حالة أم محمد لحضرتك لاحظنا في التقرير يا جماعة بتغسل معلش على الأرض، قاعدة بتغسل بإيدها وما عندهاش غسالة حتى يعني إطباق ولا غسالة كذا. أم محمد يا جماعة من الناس اللي احنا فعلا محتاجين إن احنا نحقق في أم محمد التقوى، إن احنا نتقي ربنا سبحانه وتعالى في الست دي وفي أسرتها. جوزها شغال بتاع خردة بيلف بني سويف كلها عشان 50 أو 60 جنيه طول اليوم. احنا بقدر الامكان نقدر نساعدها ان شاء الله لما نوصل لها وصله ميه مع مؤسسه فيكم الخير ثمنها 5000 جنيه. بتقول والله جوزي بيشتري الميه من مكان تاني وانا والله بحتاج كذا. يعني ست بتشكي لنا حالها يا جماعه وكانها تقول يا جماعه يا من تتحدثون عن التقوى ويا من تريدون ان تحققوا التقوى، تحقيق التقوى ليس بالكلام ولكن تحقيق التقوى بالفعل والعمل والجوارح والاركان. محتاجين فعلا ان احنا النهارده نتفقد الست ام محمد ونتصل على مؤسسة فيكم الخير ونقول يا جماعه هي محتاجه ايه؟ محتاجه وسط ميه؟ خلاص انا اتكفل بوسط الميه بال 5000 جنيه. محتاجه تسقيف بيت؟ انا اسقف لها يعني حتى لو غرفه واحده مع مؤسسة فيكم الخير ثمنها 5000 جنيه ويستطيع الانسان ان يجمع اكثر من نيه. تفريش كرب المسلم، ازاله الهم، اغاثه المالوف، مساعاه الفقراء والمساكين، كل هذه نوايا يستطيع الانسان ان يجمعها وهو بيساعد الحاجة أم محمد ويلقى بهذا العمل ربه سبحانه وتعالى. طيب زي ما دايما بقول انه مؤسسة فيكم الخير بتعمل بحث حالة كويس جدا وبتشوف الحالات الاكثر استحقاقا وبنعرضها لكم، ودلوقتي هنشوف حالة من الحالات دي. أم عبد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. جينا مع حضراتكم النهارده محافظه بني سويف، جينا النهارده لست الحاجه ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن يا جماعه معاها اولاد وزوجها بيشتغل يوم وعشرة لا. ام عبد الرحمن لما حكت لي على ظروفها قبل التقرير بجد يعني كلماتها اثرت فيا جدا جدا. انا ما كنتش متخيل ابدا ان في يعني مش عايز اقول بيت لان كلمه بيت احنا بنظلمه لما نقول عليه بيت، هو يعني بنقول البيت كلمة بيت دي مجازا بس هو مش بيت أصلا لأنه مفيش أي شيء يعني يدل أو يعبر أنه هو بيت. بيت بدون كهرباء، بيت بدون سقف، بيت بدون يعني مية، ما يبقاش بيت. ست أم عبد الرحمن عندها 5 أولاد وجوزها راجل كبير في السن بيشتغل يوم وعشرة لأ، بتناشد أهل الخير بتقول يا جماعة يا أهل الخير أنا ليا يعني طلب واحد بس، يعني أرجوكم ساعدوني
عشان ربنا سبحانه وتعالى يسعدكم ويبارك فيكم ويبارك في أولادكم. زي ما قلت لك نعمة الستر دي لا تقدر بثمن، إن ربنا يسترك في مكان آمن مطمئن. ما بيحسش بالنعمة دي يا جماعة إلا اللي فقدها ومحروم منها. تعالوا مع حضراتكم نشوف الحاجة أم عبد الرحمن يعني ظروفها إيه وإزاي نساعدها ونساعدها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك أم عبد الرحمن؟ عامل السلام عليكم يا حاج. طريقة أم عبد الرحمن ظروفي تعبانة خالص، معايا 5 أولاد والعيشة تعبانة ومش قادر. إحنا كل يومين قاعدين في بيت شك ومفيش دخل. جوزي شغال يوم 10، لا تعب من كتر الشغل، وولادي تعباني، جا معايا جوز بنات و3 صبيا، والعيشة تعبانة وقاعدين في مكان ما يرضاش ربه، والشمس عمالة تاكل فيه وتاكل في ولادة طول النهار، لما تعبوا من الشمس خالص ودخل ما فيه. بتقولي الخير إيه اللي سامعينك دلوقتي وعايزين يساعدوكي؟ أهلي الخير أشوف فيهم كل حاجة حلوة ويتمنى لهم السعادة يا ربي اللي يساعدني ويساعد ولادي. أكتر حاجة محتاجاها إيه؟ أكتر حاجة محتاجاها إن إحنا نعيش تحت سقف زينا زي الخل، أو بقوا مية نظيف، أي حاجة. الناس المحترمة. أنتوا متخيلين يا جماعة ست أملها في الحياة وطموحها في الدنيا دي كلها، لما سألتها إيه أكتر حاجة أنت محتاجاها بتقول أنا محتاجة سقف بيت يحميني ويحفظني أنا وأولادي. قالت كلمة والله أثرت فيها جدا، لما تقول لنا إن الشمس بتأكل في أولادي. حرارة الشمس يا جماعة، إحنا لما نقف في الشمس دقيقة ولا دقيقتين مش بنستحمل، كلنا بنجري على المكيف ونعلي المكيف وبقدر الإمكان مش قادرين نستحمل حرارة الجو. ما بالك الحاجة أم عبد الرحمن بتقول والله وأنا في البيت ولا لاقي حتى مروحة، فضلا ان انا مش لاقيه سقف بيت، محتاجه شربت ميه. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي راح له وقال له يا رسول الله ايه افضل الصدقات؟ قال له سقي الماء. لما تسقي امراه واولادها ربنا يغفر لك جميع الذنوب والاثام. فاكرين المراه اللي حنت لحيوان ربنا غفر لها الذنوب والاثام وادخلها الجنه؟ احنا محتاجين كلنا النهارده نحن لام عبد الرحمن، محتاجين النهاردة نرحم أم عبد الرحمن وأولاد أم عبد الرحمن، محتاجين النهاردة بصدقاتكم ونفقاتكم وتبرعاتكم وزكواتكم ننظر إليها نظرة رحمة عشان ربنا ينظر إلينا نظرة رحمة. أنا عايز أقول لك سيدنا النبي قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا دموع الحاجة أم عبد الرحمن، ارحموا كلمات الحاجة أم عبد الرحمن المليئة بالأسى والوجع والحزن والهم. تعالوا مع مؤسسة فيكم الخير نرسم الفرح والسعادة والسرور على وجه أم عبد الرحمن عشان ربنا يسعدنا في الدنيا ويديم علينا هذه السعادة في الآخرة. تعليقك يا شيخ. يعني الصورة أبلغ من 1000 كلمة أقولها. يعني أنا أقول بس إيه، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا ما جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود دائما من التقوى ومن صنائع المعروف، فصاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكأ. دائما احرص ان انت يعني تعمل معروف، دائما احرص ان هو لا يفوتك يوم من الايام الا وتصدق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة ذات يوم وقال من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ سيدنا أبو بكر اول واحد رفع ايده، من فعل منكم كذا وكذا، وظل النبي يعدد ابوابا من الخير، فكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بابا من الخير اذ بأبي بكر يلج ويفتح هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا وأدخلاه الجنة. كل هذه الأعمال من الخير ما اجتمعت في إنسان وحرص الإنسان أن يحققها إلا وكان السبب له في أن يدخل الجنة. أم عبد الرحمن محتاجة مساعدة. أم عبد الرحمن شفنا فرشها ما فيش فرش، شفنا بيتها للأسف لا يوجد بيت. إحنا محتاجين يا جماعة مع مؤسسة فيكم الخير بقدر الإمكان نسقف لها ولو غرفة واحدة بس،
غرفة واحدة نقول لربنا يا رب شفنا الرسالة وشفنا الحالة وقدرنا نساعد يا رب يعني بالإيه حتى ولو بالقليل، بس انت ساعد، ما تحرمش نفسك ان انت تحقق التقوى. واحنا بنتكلم على التقوى وبنتكلم ان خير الذات هو التقوى، تزود بقى ايه؟ تزود من التقوى. طيب هنشوف كده مع مشاهدينا دلوقتي لقطات لأبار والتجهيزات الأبار هي على الشاشة، وحدك علق لنا عليها كده. دي بفضل الله تعالى دي مشاريع خير وأبواب خير مع مؤسسات فيكم الخير. بس اشرح لنا يعني مثلا ده ايه دلوقتي؟ ده بير يا جماعة، ده بير محفور يا جماعة الآن الخير بفضل الله تعالى، وثقوا في مؤسسات فيكم الخير وتبرعوا للمؤسسة وقالوا لنا عايزين نعمل صدقة جارية. ده صدقة جارية، البير ده يا جماعة بيخدم أكتر من 50 أسرة في محافظة مطروح، بيخدم أكتر من 50 أسرة ما عندهمش مية. البير ده يا جماعة سعته أكتر من 50 متر مكعب، مش الأكتر من 50 متر مية مكعب. البير ده يا جماعة بنقدر نخزن فيه بفضل الله تعالى مياه الأمطار، مياه صالحة للشرب، ونجيب له بفضل الله تعالى زي مطور كبير جدا من المية، والله لك الحمد بنقدر نحطه في قرية كاملة. البير ده صدقة جارية عنك وعن آل بيتك إلى يوم القيامة. تستطيع أن أنت تبر أحد والديك بعد مماتهما بهذا البير، تستطيع ان انت تبري نفسك. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده ان افضل الصدقات سقى الماء، وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القران وان ليس للانسان الا ايه؟ الا ما سعى، الا اللي انت عملته في الدنيا وغسل نفسك في الدنيا هو ده اللي هينفعك. ربنا يقول لنا كده ايه؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكان أحد الصالحين يقول إيه؟ يقول المال الذي في جيبك ليس مالك. الفلوس اللي في جيبك دي مش بتاعتك، أمال اللي بتاع مين؟ دي اللي هتنفعك يا جماعة لما تديها الفقير، تديها اللي محتاج، تعمل بها صدقة جارية لإنسان محتاج بها صدقة جارية، تفرج بها كرب يعني قرية كاملة من قرى محافظات مطروح أو من غيرها من المحافظات الذين لا يجدون شربة ماء، مش لاقيين حتى شربة ايه؟ شربة مية. تستطيع مع مؤسسكم الخير ان انت تتكفل بحفر بير ثمنه 25,000 جنيه تدخل به الجنة وتضمن ان تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نشوف كمان تقرير ام زياد ونرجع نعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا مع حضراتكم النهاردة مشروع خير مع مؤسسة فيكم الخير. جينا النهاردة نتفقد أحوال الفقراء والمساكين مع مؤسسة فيكم الخير. جينا نبحث على إخواتنا وأهلنا اللي محتاجين مساعدتنا، محتاجين صدقاتنا وتبرعاتنا وزكواتنا. جينا للست مزيد. ست مزيد يا جماعة متجوزة ومعاها ولدين، جوزها شغال على دراعه بيشتغل يوم ويوم لأ، معاها ولدين بس ظروفها صعبة جدا جدا، بجد ظروفها صعبة. البيت مفيهوش سقف، مفيش وسط مية، الفرش مهمش جدا جدا حصيرة، والسرير عبارة عن كنبتين بالطوب الأبيض بتقعد وبتنام عليهم. تعالوا مع حضراتكم نشوف الحاجة أو ست أم زياد ظروفها إيه وإزاي نساعدها إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك يا أم زياد عاملة إيه؟ الله يخليك يا حبيبي. اتفضلي يا أم زياد تبصي الكاميرا وتقولي ظروفك إيه ونساعدك إزاي؟ نفسي ان انا سقف واعمل حمام واعيش زي بقيه الناس ومعي عيال، عايزه فرش اي حاجه يساعدوني بها، وفرش واي حاجه يساعدوني بيها، وما فيش غير اوضه مسقفينها وحاطين بقيه حاجتنا عند جارنا لحد ما ربنا يوفقنا ونعمل اي حاجه في البيت، واللي قدم الخير في ربنا بقى. انت الحاجه الوحيده اللي انت محتاجاها سقف بيه؟ سقف بيتي وحمامي يتعمل، واعمل اوضه لي اوضه للعيال واسطرهم، ونفضل قاعدين زي ما كنا قاعدين. والله احنا ديال حط حاجات عند الجيران. انا لما سالتك بقول لك البيت ما فيهوش ميه، قلت لي بجيب ميه من عند الجيران. بجيبهم ميه من عند الجيران، عند جارتي. منين محتاجه وسط ميه؟ محتاجين ميه، بيساعدونا بميه اي حاجه. بتدخل في دخل شهري في البيت؟ والله جوزي شغال على باب الله، يوم في ويوم ما فيش، وواضح احنا عايشين، وانا بطلع برضه هنا بالشغل هنا برضه. انت بتشتغلي؟ شغلي ايه؟ في بصل يوم توم يوم، هذا انا بطلع اجيب لك. تشتغل في الارض يعني؟ بس قدرت تشتغل يا ام زياد؟ بتقدر تشتغل؟ بقدر، هعمل ايش عشان اجيب لي عيالي؟ بتاخدي قد ايه في اليوم؟ يدوني 110. 100 جنيه؟ طب ال 100 جنيه هتعمل معاك ايه؟ ما بقول يوميا مع بتاع جوزي وهنساعد عشان عيالنا دي بس.
ربنا يساعدك وربنا يعينك وربنا يعني يسخر لك أهل الخير إن شاء الله إلا يساعدوك بإذن الله. احنا بننشد أهل الخير يا جماعة من خلال مؤسسة فيكم الخير. ست مزياد يا جماعة محتاجة صدقاتكم ونفقاتكم. مزياد بتقول عايزة أعيش زي الناس معيشة. طب محتاجة إيه يا مزياد؟ بتقول محتاجة سقف بيت بس. لو هنعمل لمزياد غرفة كمان يا جماعة بس، لو هنعمل لها سقف حتى سقف بيت، هنوصل لها وصلة مية مع مؤسسة فيكم الخير ب5000 جنيه، إن شاء الله هتكون سبيل لنا كلنا للجنة إن شاء الله. احنا محتاجينكم، محتاجين صدقاتكم. اتصلوا علينا دلوقتي على الأرقام اللي موجودة على الشاشة، اتصلوا عشان تساعدوا أم زياد. دي رسالة ومشروع خير ربنا سبحانه وتعالى بعتها لكل واحد شاف التقرير وشاف أم زياد. مع مؤسسة فيكم الخير كلنا فينا الخير، ونسقط هذا الخير على أرض الواقع. شفنا تقرير وحالة أم زياد، تعليقك. التقرير ده كلها يا أستاذ دعاء محتاجة مننا وقفة مع النفس، محتاجين فعلا. احنا عايزين نعمل كده بعد كده إن شاء الله حلقة تكون وقفة مع النفس. لازم نقف مع نفسنا شوي ونشوف ليه ربنا سبحانه وتعالى اختارني أنا بالذات عشان أشوف التقرير ده وأسمع الكلام ده. ربنا إذا أراد بالعبد خيرا أسمعه الخير وأرسل إليه الخير. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا ست أم زياد بيقولك دي رسالة خير من ربنا لك أنت، ربنا اختارك أنت. أيوة أنت اللي شايفني دلوقتي وسامعني دلوقتي وشفت الحالة بتاعت أم زياد دلوقتي، ربنا اختارك أنت عن دون الناس، جعلك تجيب البرنامج ده وتسمع الفقرة دي وتسمع التقرير ده عشان ربنا بيقولك خلي بالك أنت جواك خير وقلبك فيه خير ومالك ده فيه خير وفي حق للإنسان المحروم ده. فاحنا محتاجين نفعل الخير ونشوف أم زياد ونسقف لها البيت مع مؤسسة فيكم الخير إن شاء الله. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا مع حضراتكم محافظة بني سويف قرية باها، جينا مع حضراتكم مع مؤسسة فيكم الخير نلمس إنجاز كبير جدا جدا لمؤسسة فيكم الخير من خلال تبرعاتكم ومن خلال صدقاتكم. لما اتصلتم على الحاجة أم باسم وساعدتوها من خلال مؤسسة فيكم الخير ورسمتم الفرح والبهجة والسرور على وشها. تعالوا مع حضراتكم نسمع الحاجة أم باسم وهي بتشكر كل اللي ساعد معانا وساهم معانا من خلال مؤسسة فيكم الخير. ازيك يا حاج مباسم؟ عامله ايه؟ الله يسلمك. تحبي تقولي ايه للناس اللي ساعدتك النهارده وسقفتك البيت؟ اقول ربنا يستر عليهم والف شكر. ادعي لهم دعوات طيبه، عايزين نسمع دعوات. الله يكفيك شر المرض، يصلح حالكم، يجعلكم ميزان حسناتكم. اشكرهم تاني، انت بخيله في الدعاء ليه؟ يكفكم شر المرض ويصلح حالكم ويجعل ميزان حسناتكم. انا عايز اقول لحضراتكم يا جماعه، مباسم قبل ما نساعدها كانت مستحيل تضحك، كانت مستحيل تبتسم، كان مستحيل الفرح يبقى على وشها. النهارده الحمد لله بننقل لحضراتكم جميعا، لجميع مشاهدينا، لجميع اللي ساعدوا معانا وساهموا معانا، بننقل لكم يا جماعه فرحه الحاجه ام باسم وسعادتها ان احنا لما ساعدناها ومدينا ليها يد الخير. ام باسم فرحت جدا وبتشكركم وبتقول لكم يا اللي جبرتم خاطر ربنا يجبر خاطركم، يا اللي ساعدتوني ربنا يسعدكم ويسعدكم في الدنيا والاخره. معانا حالات كتير جدا جدا زي ام باسم، معانا حالات تسيب بيوت، معانا حالات وصلات ميه، معانا حالات محتاجه مساعدات ماديه. ام باسم لسه يا جماعه عايزين نكمل الحلم لام باسم. ام باسم كان حلمها تسقيف البيت، سقفنا لها البيت، حلمها حاجه واحده بس، حمام يا جماعه. محتاجه بس ايه؟ محتاجه ايه؟ اوضه كمان ومحتاجه حمام بس. ام باسم يا جماعه بتقول كملوا بقى فرحتي بقى، بجد انتوا فرحتوني. فرحتوني، بشكركم، بس انا ليا حاجه بسيطه جدا، حمام بس، قعده حمام يا جماعه وتصيره ميه. هيكلف كام؟ 5000 جنيه بس، 5000 جنيه لام باسم. ان شاء الله هنساعدها ونسعدها من خلالكم ومن خلال تبرعاتكم وصدقاتكم ونفقاتكم مع مؤسسه فيكم الخير كلنا فينا خير. زي اوضه ان شاء الله باذن الله، حمام وغرفه واحده بس يا جماعه، عرق ولوح بس، يعني 10000 جنيه. 10000 جنيه هنكمل فرحتها، 10000 جنيه هنكمل حلمها
اللي نفسها يتحقق هنحققه مع حضراتكم من خلال مؤسسة فيكم الخير. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. دلوقتي تقدر تتبرع بصك أضحية قيمة الصك البلدي 9600 جنيه، قيمة الصك الجملي 9000 جنيه، قيمة الخروف 14000 جنيه. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. دلوقتي تقدر تتبرع بصك أضحية قيمة الصك البلدي 9600 جنيه، قيمة الصك الجملي 9000 جنيه، قيمة الخروف 14000 جنيه. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أحيانا بيبعت لنا رسائل ويقول لك خلي بالك أن أنت أحسن من ناس كتيرة جدا جدا جدا. وفي نعم لما تتولد كده بين أبوين وتلاقي باباك ومامتك قدام عينيك، تكبر قدامهم وتنشأ بينهم، دي نعمة ما بعدها نعمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصانا على اليتيم وقال لنا صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعي السبابة والوسطى. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان فضل اليتيم ده يا جماعه، واجر اليتيم اللي يساعد اليتيم ويقف مع اليتيم. يا بالك احنا النهارده معانا تقرير وحاله حال ست ارمله عندها ايتام. الحاجه صباح اتصلت علينا على مصرفكم الخير وقالت يا اهل الخير تعالوا ساعدوني، انا ست ارمله بجري وبشتغل. ست النهارده معديه يا جماعه 60 سنه، لما تشتغل في الارض وتشتغل هنا وتشتغل هناك عشان 50 جنيه تجيب لها الايتام، ده اجرها عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. ولما تعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دخلت الجنة فوجدت امرأة تسابقني في دخول الجنة، في امرأة عايزة تسبق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تخش الجنة قبله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال يا جبريل من هذه؟ قال هذه أرملة وقفت على أولاد أيتام فربتهم. معانا النهاردة يعني انموذج فريد جدا جدا. حق الصباح يا جماعة ست أرملة وعندها أيتام بتناشدنا وبتناشد كل أهل الخير من خلال مؤسسة فيكم الخير إن إحنا نساعدها. تعالوا مع حضراتكم نشوف هنساعدها إزاي ونسعدها إزاي. السلام عليكم. السلام. إزيك يا حاجة صباح عاملة؟ الله يبارك فيه. الله يبارك فيك يا رب يرضى عليك. شر المرأة. وصل أهل الخير يا حاجة صباح واحكي لهم ظروفك. الله يبارك فيهم. والله والله زي ما أنتوا شايفين أهو البيت أنا قاعدة في قطين بالإيجار بحط لهم 300 جنيه عشان أقعد فيهم، لأن أنا مش قادرة أعمل البيت، مش قادرة وما فيش حاجه، والله ما في اي حاجه. تربي في ايتام يا حاج؟ اشتغل والله بالاجره وبمربى في ايتام. جوزك مال بقى ما الدوره دي؟ ثلاث سنين دول. ثلاث سنين والله. قاعده لوحدك مع الاولاد؟ وقاعده مع اولادي، قاعده مع اولادي. والخير اللي سامعيني دلوقتي يقدروا يساعدوك ازاي؟ اللي يعملوه هو كله من ميزات حسناتهم. اكتر حاجه انت محتاجاها تقدر تقول لهم ايه؟ حاجه اللي هم يعملوه اي شيء سقف وخلاص. محتاجه سقف يعني؟ املك في الحياه كلها سقف بيه زي بعض حلوه، او حتى لو غرفه واحده حاجه صغيره اي حاجه كله حلو. ايه غرفه وخلاص اقعد. يقدروا يساعدوك ايه تاني؟ ايه تاني غير السقف اللي هم يجودوا به كله حلو؟ او رضا، رضا كله حلو، اللي انتوا تجودوا به كله حلو. والله رب. وتقدر توفري 300 جنيه كل شهر؟ والله بشتغل وبجيب وما اعمل ايه. انت اللي بتشتغلي بنفسك؟ والله والله بشتغل بالاجر، وحتى اصبعي ده وجعني عملت في عملي يلا عشان خاطر ربنا. اي هذه ربنا يقوين. طب في حاجه ثانيه غير سقف البيت محتاجه نساعدك بيها؟ يا ريت اي حاجه اللي انتوا جودوا بيه كله حلو، وانا مش طماعه ولا حاجه، انا بقول اي حاجه للسقف وخلاص. الحاجه صباح يا جماعه يعني بتنشدنا كلنا، بتقول يا اهل الخير
يا جماعة أنا أختكم، أنا أمكم، ستة أرملة وبربي في أيتام. بتقول لنا يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تعالوا نتراحم فيما بيننا، تعالوا نرحم الحاجة صباح وأولادها الأيتام، تعالوا نقول ربنا يا ربنا يا رب احنا قبلنا رسالتك يا رب اللي بعتها لنا النهاردة، احنا هنساعد الحاجة صباح وهنسعدها عشان رب تساعدنا وتسعدنا. احنا محتاجين يا جماعة النهاردة ان شاء الله ولو غرفة واحدة بس، غرفة واحدة مع مؤسس فيكم الخير هتستر الحاجة صباح وهتستر أولاد الحاجة صباح الأيتام. خلي بالك ثواب اليتيم كبير جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. شارك مع الأيتام وساعد الأيتام وامسح دمعات الأيتام وامسح على رأس اليتيم يلين قلبك ويغفر ذنبك بإذن الله مع مؤسسة فيكم الخير. إن شاء الله كلنا فينا الخير. حاجة صباح احنا بنسجل دلوقتي وهنذيع الكلام ده على التلفزيون، في مشكلة؟ مجرش حاجة، مش مشكلة خالص. إن شاء الله يا جماعة بيكم ومساعدتكم وزكواتكم وصدقاتكم هنساعدها ونسعدها إن شاء الله هي والأيتام. عايزين تعليق أخير في نهاية الحلقة. والله بنقول إن فضل تعالى مؤسس فيكم الخير اللهم لك الحمد عندها أكتر باب من أبواب الخير، تستطيع أن أنت تطرق باب أي باب من أبواب الخير. وشوفنا مع بعض الحالات والتقارير، تستطيع أن تقول والله يا جماعة أنا أتكفل بأسرة، أتكفل بتسقيف بيت، أتكفل بوصلة مية، أتكفل بحفر إبير. ما تحرمش نفسك من الخير، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا ما جن ليل هل تعيش إلى الإيه؟ إلى الفجر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صحيح مات من غير علة. في كتير جدا جدا من الناس يقول لك والله طب أنا إن شاء الله هتصدق بكرة، طب السنة الجاية إن شاء الله. لا أنا مش عايز أقولك، لا عايز أقول لحضرتك لما شفت التقرير وشفت الحالة اتصل حالا. زي ما قلت لك دي رسالة من ربنا، ربنا بيقول لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم له يا رب لما يحييكم. فمساعدة الآخرين فيها حياة للقلوب وللصالحين. بشكرك في نهاية الحلقة ومشاهدينا سيبكوا آخر تقرير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة فيكم الخير. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير، جينا اللهم لك الحمد نحقق الحلم لعم محمد. فاكرين عم محمد الرجل الكبير في السن؟ عم محمد اللي كان بيقولين لما المطرة كانت بتنزل كنت باجري بسرعة في أي حائط استخبى من المطر. فاكرين عم محمد اللي كان بيقول ما مقدرش أقعد في البيت من حرارة الشمس؟ هو عم محمد. جينا اللهم لك الحمد بعد ما أهل الخير تبرعوا معانا وشاركوا معانا وساعدوا معانا ووثقوا في مؤسسة فيكم الخير، جينا نرسم الفرح والبهجة والسرور على وش عم محمد. جينا اللهم لك الحمد بصدقاتكم وتبرعاتكم وزكواتكم، جينا اللهم لك الحمد وسترنا بيت عم محمد. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يسترنا في الدنيا ويسترنا في الآخرة. تعالوا مع حضراتكم نشوف كم الفرح والسعادة اللي بيشعر بها عم محمد، وعايز يشكرنا وعايز يشكر كل اللي ساعد ويساهم معانا مع مؤسسة فيكم الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم محمد؟ عامل ايه؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ فيكم يا رب. كنت متوقع يا عم محمد احنا نجي لك مره ثانيه؟ انا والله العظيم متوقع فيكم الخير والطيبه والانسانيه، وربنا يجعل ده في ميزان حسناتكم. تحب تقول ايه لاهل الخير؟ والله احب اقول لهم الف 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 شكر لاهل الخير، وربنا يجعل ده في ميزان حسناتهم يا رب، وربنا يزيدهم يا رب ويكثر من امثالهم في الدنيا يا رب العالمين. الاول انا والله كنت في الشتاء، والله إنني في النطر لما أخذ طالع من الحمام عشان راح أصلي الفجر وقع. وفي الصيف بنجري ونضارة مش لاقين حتة نقف فيها من الشمس وتخليني تستمتعين. أنا راجل بالي في الزراعة زي ما أنت شايف سيادتك، والجو هنا في الشتاء وفي الصيف صيف. بس الحمد لله بعد ما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبشكر الناس دي والحمد لله عملوا لي بيتي وعملوا لي اوضتي. بقى دعوتين كده جمال. الله يجعل ده في ميزان حسناتكم يا رب، الله يزيد من امثالكم، الله يزيد من امثالكم ويجعل ده في ميزان حسناتكم يا رب. انتوا متخيلين يا جماعه، انتوا متخيلين كم الفرح
والبهجة والسرور اللي عم محمد بيحكيها. عم محمد في سهر الليل ساعة رب السماوات والأرض ينزل السماء الأولى ويسأل من دعاني أستجيب له. الله الله، أفضل الأوقات اللي عم محمد كان بيدعي الكل اللي ساعد وشارك وساهم معانا. أنا عايز أقول لحضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال سرور تدخله على قلب مسلم. هو ده عم محمد اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما ترحمون وترزقون بضعفائكم. دعوة عم محمد يا جماعة ليس بينها وبين الله حجاب ولا حائل. دعوة عم محمد يا جماعة تفتح لها أبواب السماء. دعوة عم محمد إن شاء الله ربنا يجعلها من نصيبكم وربنا يجازيكم خيرا. ربنا سبحانه وتعالى يسعدكم كما أسعدتم الحاج مع عم محمد. ربنا سبحانه وتعالى يرضيكم كما رضيتم هذا الرجل. ربنا يجبر بخواطركم كما جبرتم خاطر عم محمد. جزاكم الله خيرا، أخلف الله عليكم خيرا في أهلكم وأموالكم وصحتكم وعافيتكم مع مؤسسة فيكم الخير. إن شاء الله بإذن الله بكم وبصدقتكم ونفقتكم كلنا فينا الخير ونسقط هذا الخير على أرض الواقع. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. دلوقتي تقدر تتبرع بصك أضحية قيمة الصك البلدي 9600 جنيه، قيمة الصك الجملي 9000 جنيه، قيمة الخروف 14000 جنيه.